بعنوان فلسطين من البحر إلى النهر وعاصمتها القدس، نظم الحزب الديمقراطي اللبناني وقفة تضامنية مع القدس في قاعة جمعية الرسالة الاجتماعية في علي، تنديداً بإعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل، في حضور ممثلين عن الفصائل الفلسطينية والأحزاب وفعاليات سياسية. هذا الدعم وهذا التضامن وهذه الوقفة التضامنية إنما تؤكد أيضاً على عمق الترابط بين الشعبين اللبناني والفلسطيني، لتصنع لهم دولة على أرضنا التاريخية فلسطين، أرض الكنعانيين واليبوسيين. تحويل هذه المرحلة من تهديد وجودي إلى فرصة تاريخية، التمسك بالوحدة الوطنية الفلسطينية والإجماع على مشروع وطني فلسطيني ركيزته المقاومة. ثانيا، التمسك بكل شبر من فلسطين من البحر إلى النهر بعاصمتها القدس الشريف. وأكد المجتمعون أن المطلوب الوحدة في مواجهة الكيان الصهيوني الغاصب واستعادة الأراضي المحتلة كلها.